أهلا وسهلا من جديد بكل مستمعي راديو هلا وبرنامج مروحين مع نسرين. إحنا يسعدنا اليوم وجود معنا منسقة في فريق العلاقات الخارجية لجمعية طلبة الصيدلة الأردنية ست غزل المحيسن، لنحكي أكثر معها عن بداية جمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA وأيضا المؤتمر الوطني الثاني. ست غزل، يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيك عبر راديو هلا. يسعد مساكي نسرين. اهلا اهلا، مبسوط انه انا اليوم رح اكون معكم. واحنا مبسوطين اكثر لحتى نتعرف عليكي اكثر ونتعرف اكثر على جمعيه طلاب الصيدله الاردنيه. يا ريت تخبرينا شوي اكثر غزل عن الجمعيه وهدفها. تمام، هلا بدايه جمعيه طلاب الصيدله الاردنيه اللي هي JPSA هي عباره عن جمعيه طلابيه غير سياسيه غير دينيه غير ربحيه، تأسست شهر 5 بال 2007. هي تابعه للاتحاد العالمي لطلاب الصيدله اللي هو IBSF، ونشتغل تحت مظلة إقليم الشرق الأوسط اللي هو إمرا. الهدف الأساسي من هاي الجمعية هو إنه إحنا نشجع ندعم نساعد طالب الصيدلة إنه يطور من ذاته، إنه ينمي المهارات اللي عنده، وإحنا فزنا لمدة عامين بأفضل جمعية على مستوى الشرق الأوسط. برافو برافو، يعني انتو السنة الماضية نظمتوا المؤتمر الوطني الأول، فعم نحكي احنا السنة هاي عن المؤتمر الوطني الثاني. تحكي لنا شوي شو اللي بيميز هذا المؤتمر بنسخته الثانية. هلا لمجرد انه هو صراحه ب 2020 هو مميز، فعلا كلنا بنعرف انه سنه 2020 هي كانت يعني سنه استثنائيه علينا كلنا، كانت مليانه تحديات، ويعني واكثر شيء صراحه بميزه انه هو موجود بهاي السنه. بالرغم من هاي الصعوبات قدر فريق JPSA انه يجتمع مع بعض يحاول يخطط يلاقي حلول وبدائل كيف نقدر ننفذ هذا المؤتمر. هلا احنا ما رح نقدر نعمله على ارض الواقع، فتحول على منصه الكترونيه رح يكون، وبرضه يعني حاولنا انه يكون الدعم اللي عم نطلبه من الشركات ما يكون دعم مادي على قد ما انه يكون انه نوفر فرص تدريب لطلاب الصيدله عشان نقلل من الفجوه اللي هي ما بين خريج الصيدله وسوق العمل. هلا هذا المؤتمر رح يضم أكثر من برنامج. بداية رح يكون في عنا برنامج تدريب القادة اللي هو الـ LIT، إضافة أنه رح يكون في عنا مجموعة من الورشات علمية تفاعلية رح تكون أيضا عبر هاي المنصة. وبهاي المنصة إحنا قدرنا أنه نوفر فرصة حضور لعدد كبير من الطلاب من مختلف محافظات المملكة، إضافة أنه رح يكون في حضور من خارج المملكة. هلأ هاي الورشات رح يكون فيها عدة محاور، رح نحكي عن ورشات علمية رح تكون، رح يكون في عنا ورشات بتخص الأعمال والتسويق، ورشات لها دخل بالتغذية والصحة العامة، تطوير الذات، كل إشي جديد، كل إشي ممكن يهم طالب الصيدلة، كل إشي ممكن يخليه ملم بمختلف المجالات الحياتية والتطورات الصيدلانية، أي إشي ممكن إنه يصقله للمستقبل، يصقل تفكيره للمستقبل، إحنا حاولنا إنه نحطه بهذا المؤتمر. برافو غزل. الطلاب اللي عم بيسمعونا ومهتمين جدا بهاي البرامج، كيف ممكن الاشتراك؟ هلا احنا نزلنا الفورم تاع التسجيل للمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بس للاسف احنا سكر الفورم. احنا مؤتمرنا رح يبلش بعد يومين. بس عندنا برنامج تدريب القاده برضو كمان احنا نزلنا الفورم على مواقع التواصل، وكان في عليه اقبال كتير كبير من طلاب الصيدله على مختلف محافظات المملكه، وكان نوعا ما تدريب القادة يعني كان العدد قليل، لأنه كنا حابين أنه نجيب عدد قليل ونعطيهم أكبر عدد أكبر فائدة لإلهم. وقتها نزلنا فورم حطينا فيها مجموعة من الأسئلة الإبداعية، نشوف يعني حطينا مشكلة نشوف كيف هذا الشخص قادر يدرك أنه في مشكلة ويشوف يدور على الحل تاعها. فهيك صار، هيك من هذا الأساس إحنا اخترنا الطلاب بتدريب ببرنامج تدريب القادة. وركزنا صراحة هاي السنة إنه يكون له طابع مميز، إنه نعلم الطلاب كيف يبلشوا مشروع وكيف إنهم يطرحوها بطريقة جذابة. فهيك صار. برافو برافو غزل، كتير مهم وممتع اللي عم تحكي. قديش تقريبا استغرق وقت تجهيز المؤتمر ومين القائمين عليه؟
هلا احنا بلش تكوين الفريق وبلش الشغل من شهر 10 السنه الماضيه لهاي اللحظه. في جهود يعني يعطيهم الف عافيه، قاعدين عم بوصل ليل ونهار عشان يعني يطلعوا المؤتمر باحسن صوره. هلا زي ما قلت لك في عندنا مجموعه من الاشخاص المبدعين تترأسهم زي لجنات فرعيه، في عندنا مسؤول علاقات داخليه، مسؤول العلاقات الخارجيه، مسؤول برنامج القاده، مسؤول الورشات العلميه، مسؤول الخدمات اللوجستيه، مسؤول الاعلام والنشر وهيك. برافو برافو، احنا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق عن جد، فكره رائعه جدا، وان شاء الله بيكون في نسخ قادمه كل سنه لهذا المؤتمر الوطني المهم غزل. ان شاء الله ان شاء الله، واحنا كمان نتمنى انه يكون دائما نحاول انه نعمل فائده لاكبر عدد من الناس ان شاء الله. كل الشكر لك والتوفيق لكم جميعا، منسقه في فريق العلاقات الخارجيه لجمعيه طلبه الصيدله الاردنيه غزل.